طبقا لما جاء بموقع فوربس الشرق الأوسط، هذا تقرير لأفضل 10 لاعبين عرب. في المركز العاشر لاعب خط الوسط الجزائري صاحب 23 عام نبيل بن طالب. في المركز التاسع المدافع المغربي صاحب 30 عام مهدي بن عطية. يأتي المركز الثامن من نصيب المهاجم والجناح الأيمن اللاعب الجزائري صاحب 30 عام العربي هلال سوداني. في المركز السابع خط الوسط والجناح الأيمن صاحب 26 عام الجزائري رياض محرز. المركز السادس حصل عليه اللاعب الجزائري سفيان هني صاحب 26 عام وهو يلعب في مركز خط الوسط والهجوم. يأتي في المركز الخامس خط الوسط المغربي صاحب 24 عام حكيم زياش. المركز الرابع من نصيب اللاعب المصري صاحب 25 عام محمد النني والذي يلعب في مركز خط الوسط والدفاع بنادي الأرسنال الإنجليزي. في المركز الثالث يأتي المدافع والظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام صاحب 26 عام. حصل على المركز الثاني الجزائري ياسين براهيمي الذي يلعب كخط وسط مهاجم وجناح أيسر صاحب 27 عام. المركز الأول يأتي من نصيب اللاعب المصري صاحب 25 عام مهاجم وجناح أيمن وهداف الدوري الإنجليزي والذي يلعب في نادي ليفربول محمد صلاح. لا تنسوا عمل إعجاب واشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد.